كل انسان ليه حسابين وليه جنتين وليه نارين، الجنة المعجلة والنار المعجلة القبر، وده الأصعب. الناس بتتكلم في يوم القيامة، يوم القيامة أسهل من القبر، لأن القبر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة، فمن نجا كان بعده أيسر. ولذلك في القرآن الكريم يا ست دعاء ربنا ما بيتكلمش عن الجنة، ما بيتكلم عن إيه؟ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. العذاب، أن يصرف الله عنك العذاب يوم القيامة فقد رحمت. وعشان كده ربنا سماه يوم الغاشية، يوم الفضيحة، يوم الخزي، يوم العار، يا ساتر يا رب، يوم نشر الأسرار، يوم لا ستر فيه. وأحكي لك على حاجة في عجالة ما كنتش حابب أقولها لك، لأني كنت حابب حاجة أخليها سبيشال كده عندي أنا. امبارح كان المفروض أنا براجع في سورة الشعراء، فوأنا براجع كده، أنت عارفة حضرتك مهما تراجعي تيجي في مرة تقفي عندي آية كده تشقلب كيانك وتبوظ يومك مهما قريتها. طبعا مهما قريتها تيجي تلمس في لا مرة. لا لا لا، انت ممكن تقراها بقى، يعني انا براجع القران مثلا بقالي من وانا انا خاتم وانا في رابعه ابتدائي، فبراجع من وانا في رابعه ابتدائي. لا امبارح اول مره امبارح الايه دي اول مره تلمس. اقف قدام الايه دي وتقفل يومي كله ايه بقى؟ وتشقلب حياتي كلها. الايه عجيبه كلنا حافظينها في سوره الشعراء. سيدنا ابراهيم بيتكلم مع قومه، فبيتكلم بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بيدعي ربنا وبيقول ايه؟ ركزي بقى قوي وانا هسألك استفدت ايه، وبعد كده ارجع اقول لك. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ها ايه اللي يخضك في كده؟ ها ما فهمتش حاجة هب خالص. لي حكما والحقني بالصالحين، بالصالحين واجعلني من ورثة ورثة جنة النعيم. جنة النعيم. ده حلوة. حلوة صح؟ ليه تخض؟ صح؟ طب ممكن نعرف بعد الفاصل؟ روحي الفاصل. انت شفتي انت طلعتي اول ما طلعت الفاصل قلت لي الايه فيها ايه؟ يعني ايه اللي فيها؟ قلت لك بس براحة تعمليها بص كده. فحضرتك قديها فقلت ايه؟ ايوه صح كده؟ مش هقول حاجة تاني. فتخيلي ان سيدنا ابراهيم خليل الرحمن. ايوه سيدنا إبراهيم اللي القرآن عليه يعني قال إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. سيدنا إبراهيم اللي لو عد عليه 3 أيام وما فيش ضيف كان يقيم عزا، شايف نفسه إنه هو مش من الصالحين. يعني بيدعي يا رب ألحقني بالصالح، يعني خليني من دخلني فيهم، الصالحين، دخلني فيهم. تخيلي خليل الله. خليل الله، وانا وحضرتك لما نصلي اسبوعين الفجر بندوس على رؤوس العباد، نمشي ارض نهدم عليك قد. لو انا حضرتك طلعنا قرشين خلاص انا كده بيني وبين ربنا عمر، الموت يجي مرحبا انا مستعد. مستعد ايه؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ انا ربيت ولادي كويس واولادي هيشفعوا لي عند ربنا وبناتي هيشفعوا لي عند ربنا. بنات مين يا عم الحاج واولاد مين؟ ما ترجع للايه، ده سيدنا ابراهيم بيتكلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. من البنون اللي هو بيتكلم عليهم اللي مش هينفعون.